بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم بلغنا بصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى ندخل الجنة بسلام يا كريم. خلونا في البداية نتكلم على، أنا بعتبر المحاضرات اللي خاصة بالتربية من أهم المحاضرات، هي محور الحياة للأب والأم. ليه؟ لأن ده الذخر، هي دي التجارة على فكرة، تجارة مع الله لن تبور، وتجارة هتشوف ثمرتها في الدنيا وفي الآخرة. ليه بنتكلم في مرحلة في التربية كتير كتير، ونقعد نتكلم ونقول ونعيد ونكرر، وبعدين تطلع لنا مشاكل تانية فنطلع نحل في المشاكل، وبعدين نرجع تاني نكرر ونذكر، لأن التربية حاجتين مستمرة استمرارية وصبر عليها. خلينا نقول الاستمرارية، عليك دور كأم وكأب انك انت ما تزهقش من النصح وتكرار النصح. انا كأب او كأم انا عندي صبر على هذا الامر، اولادي قرة عيني يوجعوا قلبك تفرحي بيهم، يبقى انا محتاجة علشان اصل لفكرة ان يطلعوا اولادي صالحين في الدنيا وفي الاخرة، يقر عيني في الدنيا وفي الاخرة، انا محتاجة حاجتين، ان انا اصبر واحتسب وارتب فقه الاولويات مع اولادي. الامر ده محتاج وعي، يعني خلينا نكون متفقين في البداية ان الاساس في كلامنا في التربية في اي مرحلة، مرحلة الطفولة، مراهقة مبكرة، مراهقة متوسطة، مراهقة متأخرة، احنا محتاجين يبقى عندنا وعي. وعي بايه؟ عن خصائص كل مرحلة، ايه اللي بيتصف بيها ابني او بنتي في المرحلة دي، ايه اهم الاساسيات اللي انا ممكن اخلي بالي منها في المرحلة دي، بحيث ان انا ملجأش او ما اقعش في اخطاء. على فكرة احنا بشر، يعني اكيد هنقع في اخطاء، بس عشان بس ما نزعلش تيجي امك تقول لك انا ام فاشلة، انا مش عارفة اربي، انا عيالي ما اعرفش بيعملوا ايه، انا ماشي اوكي تمام، اهدي، احنا بشر واكيد بنخطأ واكيد لنا غلطات، لكن هو الجمال ان انا اتعلم فين الغلط، وبعدين اقوم جايه مصححه الغلط دوت تصحيح سليم، وتالت حاجه اقوم جايه متبعاه بسلوك تاني، يعني عارفين الاحلال والابدال. طيب احنا عندنا النهارده 6 نقط مهمه جدا جدا في مرحله المراهقه، بس انا عايزه قبل ما ابتدي واتكلم عن مرحله المراهقه او الاخطاء اللي احنا عملناها وايه نصححها ازاي والكلام ده، خليني اقول لكم على مشهد صغير بتاع حوالي دقيقتين او دقيقة الا دقيقة ونص لطفل عنده 5 سنوات. اسمعوا معايا بس القصة دي عشان اوصل لكم احنا عايزين نوصل لايه. الطفل 5 سنوات وبيكلم امه، بيلوم على امه، هو واخوه تقريبا هم توأم، وواقف بيكلم امه بيقول لها ان ليه انت بتكلميني بالاسلوب ده 5 سنوات، لما انا حطيت ايدي في الكهرباء زعقتي لي وقلت لي يلا انصرف انصرف، عملت له كده يلا انصرف انصرف، وبعد كده قامت جايه بعدتهم بعيد عن كهربا. فهي قالت له امال انت زعلان كنت عايزاني اقول لك؟ قال لها لا ما تقولي لي انصرف، وما تعملي لي هيك، ما تعملي لي ايه ده كده بايدك، ما تعملي لي هيك بايدك، وما تقولي لي انصرف، كنت قولي لي حبيبي بليز حبيبي يا ابني ممكن لو سمحت تبعد شوي عن الامر، لكن ما تقولي لي انصرف. فهي قالت له يعني انت كنت عايز مني ان انا اقول لك كده؟ قال لها ايوه انا كنت عايز منك انك انت تقولي يلا ما تقولي لي انصرف، ده هذا كده غلط، هذا عيب، انا مش حابب كده، انا حابب انك تقولي لي بليز لو سمحت حبيبي ابعد شويه. فهي بتقول له الكهرباء وكانت هتلسعك وكنت هتتحرق وكنت كده. قال لها ايوه تمام، بس برضو ما تقولي ليش انصرف، ما تعملي ليش كده. ده طفل 5 سنين تمام، وعنده وعي بكيفية التعامل وإيه اللي يأذيه نفسيا وإيه اللي ما يأذيهوش نفسيا. خلونا بقى في طفل، والله هو طفل، يعني أنا بسمي مرحلة المراهقة عقل لسه، يعني يستوعب قليل من الخبرات، جسم راجل أو جسم أنثى، بالغ، شنب مخطط، العضلات طالعة، تفاحة آدم بنت والصوت ابتدى يخشن، ودي من علامات المرحلة. رقم 2
للبنات بقى تبص بنت قدامك، ولكن لسه هي قليله الخبرات، عايزه صراع. ودي بقى من خصائص المرحله اللي انا نفسي كل ام وكل اب ياخدوا بالهم منها. لو فتحنا مخ المراهق يصعب عليكي بجد، كميه من التفكير، وعامل حساب الاخر، انا المفروض غيري متوقع مني تصرف معين، متوقع مني قرار، وهو لسه محتاج ان هو يبرول القرار في دماغه، صراعات جوه دماغه عشان بس يبين، محدش يقول عليا لا انت صغير انت مش عارف تتصرف انت كذا، لا صراعات على الشكل. تعالي شوفي البنت وهي في مرحله مراهقه مثلا، بتبتدي تقول مثلا إيه، لا ده انا كذا، لا ده شكلي ده عامله، ده انا عايزه عمليه تجميل في مناخيري، لا ده مش عارفه ايه ده انا وشكلي طب اللبس، طب الشكل، والولد يعمل القميص الشميس ده، لا يشيل التيشيرت ده، يعمل ده. مرحله كميه من الصراعات بس عشان ياخد قرار في لبس او في خروج او في امر صعب جدا. مرحله المراهقه عندي يا من 11 ل 14، ومن 14 ل 18، ومن 18 ل 21، قسموها كده، مراهقه مبكره، مراهقه متوسطه، مراهقه متاخره. والمفروض ان انا اعرف كأم وكمربي انا خصائص كل مرحله ايه عند الاولاد، مهم جدا جدا. اخطاء كتيره بنعملها، وانا في البدايه اهو قبل ما اتكلم، انت مش ام فاشله عشان وقعت في خطا، احنا بشر والخطا عادي طالما عرفت هو ايه ينفع يتصلح. انا اسفه يا اولادي انا اخطات معاكم في حاجه زي كده، والمفروض الصح بتاعها كده. هو ده الكلام، ده الكلام، وده اللي يتقال للاولاد، وده اللي يبقى دايما. وما تستحيش تقول لك لا وانا هتاسف لهم وانا اقول لهم انا غلطت. ايوه قولي انا غلطت، انا زودت شويه في صوتي، انا عملت معاكم كذا شويه. فالامر بتقطع علينا، يجي بس ثانيه ويقول لك لا انا 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 مش حاسس انك انت فهماني او انت واخده، او يبقى في فجوه بين الام والاب وبين الاولاد. تمام. النقطه الثانيه المهمه، الست نقاط اللي انا بقول لكم عليها، الست نقاط الاساسيه اللي انا بقول لكم عليها. يعني ايه؟ انا محتاجه حاجتين قبل بس ما اقول لكم الكلام ده، يا تكتبوا ورايا يا تعيدوا المقطع ده وتسجلوه. الكلام اللي انا اقوله ده كلام مهم ومحتاجه ان انتوا تاخدوا بالكم منه، لان احنا فعلا بنقع في اخطاء كتير. ست نقاط ركزوا معايا في مرحله المراهقه، المراهق محتاجها مني. اول حاجه يبقى عندي وعي. عندي ايه؟ عندي وعي هو ايه خصائص جسمه، خصائص التفكير، خصائص البيولوجيه اللي بيمر بيها، النفسيه اللي بيمر بيها. انا محتاجه ان انا اعرف الكلام ده عشان اعرف اتعامل معاه. رقم اتنين، اصاحبه واسمعه. الحاجتين دولت عارفين لما بيبقى عندي شنطه هاند باك كده لها حاجتين، لها ايدين يتمسكوا عشان ما تقعش واللي فيها ينكسر. الحاجتين اللي بيمسكوا الشنطة دية الإيدين هم دول أصاحبه واسمعه. أصاحبه ليه؟ لأن عندي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ الحديث لاعبه سبع، علمه سبع، صاحبه سبع. أول سبع سنين أنا بلاعب الطفل بيه وعندي التعليم باللعب وبعدين لاعبه وبعدين علمه وأدبه سبع. بيبقى عنده سبع سنين بقى غرس السلوك وكلمت مش عارفه ايه وفرض احمل سلوك وغرس السلوك وبعدين التربيه وبعدين العقيده وعماله اغرس. وبعدين رقم ثلاثه صاحبه سبع، بيبقى 14 صاحبه، هو ده اللي احنا محتاجينه. طب انا عندي مراهقه ساعات بتبتدي من 11 سنه اصاحبه، وانا شغال في التعليم والغرس. معلش ركزوا معايا علشان هنا ما لكوش دعوه بالخمار، ركزوا معايا. طيب وانا بعد ما صاحبه يعني اعامله كان انا اب وانا بقول لك ولازم، والامور اللي انا بقولها لك او الكلام اللي انا بقوله لك اوامر اوامر اوامر، ما ينفع، مش هيسمع، مش هيسمعني. ودي من الاخطاء اللي بيعملوها الاباء والامهات. طيب اعمل ايه في المصاحبه؟ هو انت صاحبك بتملي عليه ايه؟ بتزعق له؟ صاحبك بتيجي تامره وتنهاه؟ صاحبه هو انا بقول لك كده لازم تسمع؟ مفيش الكلام ده، مفيش حد من الصحاب كده. الصحاب بيبقى في اريحيه ما بينهم، والاريحيه اللي ما بين الصحاب بيبقى سببها ايه؟ ان كل واحد بيتصرف على طبيعته ومش حاسس بحرج مع الاخرين، مش حاسس بحرج مع الاخرين. طيب
يبقى انا ما سببش لاولادي حاجه زي كده. رقم اتنين في صاحبه واسمعه، اللي هم الاساس اللي شايلين المراهق، اسمعه. وانا بسمعه بسمعه بانصات واهتمام، بسمعه وهستحمل الكلام اللي هيقوله، انهم ساعات بيقولوا حاجات غلط، فما تنرفزش نوبكو ثواب، واعصابي ما تفلتش مني. ليه؟ لان انا هسمع امور غلط مش هترضيني، وهتسمعي امور كلها كذا، وطبيعي محتاجه تعديل، وان هو قابل. وامسكي نفسك وامسكي اعصابك في حاجه زي كده. ليه؟ عشان هتسمعي كلام مش هيعجبك وهتسمعي، فاصبري لحد ما يخلص كل اللي عنده. في الاخر قولي اللي عندك وانا هقول لك رايي في الاخر، تمام؟ واحنا متفقين على كده، انت تقول رايك وانا اخلي بالي منه، وانا اقول رايي وانت تسمعه. ها يعني دي نقاط متفق في الحوار ذات نفسه. طيب رقم ثلاثة، انا بس ارجو الاخوات اللي فاتحين المايك على الزوم يقفلوه. رقم ثلاثة، لما انا اسمعه اداني مشكله معينه، ها ارمي الكره في ملعبه، ودي مهمه جدا النقطه دي، تخلوا بالكم منها. ارمي الكره في ملعب الولد وملعب البنت. طب انت رايك ايه؟ انت من وجهه نظرك ايه الحل للحاجه زي كده اللي انت بتطلبها؟ واسمع منه. بعد كده رقم أربعة، اديله بدائل وحلول في اطر الصح. تاني اديله بدائل وحلول في اطر، ما ادلوش حاجتين، اديله ثلاثة. خليكم ناصحين واسمعوا كلامي اللي بقوله. والامر ده محتاج تفكير، محتاج تفكير. الامر ده مش بس محتاج تفكير، ده محتاج انك انت قاعده بتخططي انا هعمل ايه واقول ايه. تربيه مش سهله، والتربيه محتاجه صبر. علشان كده بالله عليكم، بالله عليكم، مش عايزين نخسر اولادنا في مرحله احنا سهل جدا نبقى اصحابهم، سهل جدا نبقى انت الانتيم بتاع 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 ابنك، سهل جدا. طيب يبقى النقطه ان انا اديله واقول له قول لي رايك، وبعد كده اديله بدائل وحلول واسمع هو رايه فيها في البدائل والحلول اللي انا قلتها. النقطه دي مهمه جدا. طيب رقم أربعة او رقم خمسة بقى مش فاكره، انتوا بتعدوا. في التعامل مع المراهق الغلط اللي احنا بنعمله ان مفيش اطر واضحه في موضوع البيت، قوانين البيت. السلام عليكم، اتفضلوا اقعدوا اسمعوا معانا المحاضره بقى. معلش يعني ان شاء الله وقت قليل واكون معاكم، تمام؟ رحيم عايزين تقعدوا هنا تمام، تعالوا اسمعوا، تعالوا. ايوه احنا معانا هنا مجموعه من الشباب اللي زي الفل، ممكن اقلب الكاميرا واعرفكم عليهم دلوقتي. يجي لكم فانز بقى وحيس. طيب خلينا كان الاخوات اللي على الزوم بس يقفلوا لنا الصوت، وكل شويه الاخوات اللي على الابس هنا وهنا، او الناس اللي بتسمعنا يوتيوب ونسى، يا ريت ايه يقولوا لنا لو حصل مشكله في الصوت. ممكن رابط الزوم مش هعرف احطه دلوقتي على الانستا، بعد كده هفتكر، معلش سامحوني المره دي، المره الجايه احطه لكم، ونبقى نعمل دردشه بعد الزوم بقى ونهيس حياتنا بعديها، تمام؟ طيب رقم خمسة في النقاط، لازم يبقى في قطر. ودي من الغلطات اللي بتقع في التربيه، انك انت ما بتحطيش قطر جوه البيت. نتعامل ازاي؟ لا ما عيالي، طب ما سهل يعني، وانا احط مش عارفه حدود. هقول لك ليه، علشان ما اتعرضش كده واروح احاسب الولد على تصرف واحاسب البنت على تصرف. انت اصلا مش قايله لهم التصرف ده ممنوع في البيت؟ لا ما بديه، وهم يعرفوا منين يعني؟ تعالي هنا، انا عندي مراهقه بادئه مبكره، بادئه من 11 سنه، من 11 ل 14 احفظوا معايا، وبعدين من 14 ل 18 مراهقه متوسطه، وبعدين من 18 ل 21 ادي المراهقه المتاخره. في عندي المراهقه اللي سن ال 40 دي هنخليها للازواج بس، ركزوا معايا. طيب انا احاسب ازاي ابني او بنتي على امر وانا مش حاطه اطر في داخل البيت؟ زي ايه؟ مثلا موضوع المجي متاخر للشباب، ما هو انت قلتي له. طب يا احنا عندنا مثلا اخر حاجه مثلا 11 مساء، في ناس تقول لك اخرك واحده، طب البنات لا اخرك خلاص، ما يعني لو الدنيا انت في مكان مش مركز يعني، او ما تركزوش في الخمار، هو واقع طول العمر، ركزوا معايا، ركزوا معايا، ما تركزوش في الخمار الواقع، ركزوا في الكلام اللي انا بقوله. طيب دلوقتي عندي البنت مثلا لو هو متعرف عليه مثلا بيقول لك مثلا اخرها الساعه 8 مثلا، في بيوت تانية لا اخرنا المغرب، بعد المغرب اذن انت هنا بتخش بيتك، يلا كله يلا على بيته على بيته، تمام كده؟ طيب النقطه اللي انا بحددها في موضوع الاتصالات، مين يتصل بعد الساعه 12؟ موضوع ان انا فاتحه انستا ولا سناب مثلا، اصل انا بحط الاستريك بتاع السناب، مش فاهمه ايه موضوع الاستريك اللي لازم كل يوم يحطه. ان شاء الله نقطه. الوقت،
طيب موضوع زي ما قلنا خروج البنات، موضوع استخدام النت بعد الساعه 2 مثلا او 1، موضوع انت جاي شاب وجاي هعزم اصحابي، فوجئنا لقينا جاي ومعايا 12 شاب من صحابه والبيت كله بنات وهي جايبه صاحبات، الحاجات دي لازم فيها اتفاق يا اخوات يا امهات، لازم فيها اتفاق مسبق مع اولادي علشان اولادي ما يقعوش في خطا، والاولاد ما يقع مش بس يقعوش في خطا، المصيبه مش في كده، المصيبه عادي احنا كلنا بنقع في خطا، لكن الكارثه انك انت تقعي في خطا تحاسبيهم عليه، والنقطه دي مهمه جدا. طيب لو جه انا حاطه القطر جوه البيت وهو تخطى بقى، تخطى موضوع واساء، ساعتها بعمل ايه؟ بسحب امتيازات. موضوع المراهق ان انا ازعق ما بيجيبش نتيجه، اذا كان ما بيجيبش مع الولد، افتكروا القصه اللي انا قلتها في اول البث. الولد يقول لها ماما ما كنت تقولي لي هيك، ولا تقولي لي انصرف، يلا انصرف، لا كنت تقولي لي كذا كذا كذا، ومن فضلك حبيبي بليز ممكن تبعد عن الكهرباء، انا كنت بعدت. موضوع الزعيق في الفتره او الصوت العالي، وده ودي مشكله الحوار، بتخلي الولد ذات نفسه رافض رفض تام، ما بيسمعش انت بتقولي ايه من الصح، مش مركز، البنت مش مركزه انت بتقولي ايه، هي مركزه في ايه؟ امي إيه الغوريلا اللي صوتها عالي، اللي عماله تزعق لي، اللي عماله تقول لي، وانا مش عارف هي بتقول لي كده ليه، وانا انا اصلا مظلوم بقى في العيله دي، وبعدين بقى انا الكون كله حواليا، ونظريه المؤامره بقى، وخصوصا في فتره السن دي، قلت لك لو فتحتي مخ المراهق لشفتي مجموعه من التضاربات ومجموعه من الصراعات داخل مخه، زي ودايما بقول لكم كده الامهات تتفرجوا على فيلم انسايد اوت. انسايد اوت فيلم كرتون تحفه جدا جدا، الفيلم ده بيوريكي مخ المراهق عامل ازاي لما يشوف مثلا بنت بيتلخبط، حتى لو كان بصي طول عمره بيتعامل مع بنات، جير مش عارفه غضب، فمركز تحكم الغضب بيعمل ايه؟ هو بيبقى في صراع حقيقي. طيب خالف الامر، يبقى بسحب امتيازات، ما بزعقش، ما 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 بقولش طب لو حصل اعتذر، تاني في كل نقطه بقولها لو حصل اعتذر، معلش يا اولادي انا اسفه يا اولاد، مش عيب ولا هينقص منك شيء ولا من كانون ولا الكلام ده، الكلام ده غلط، الامهات اللي فاهمه لا، وازاي وانا اقول واقول ايوه اقول لهم انا اسفه انا افورت معلش انا صوتي عالي، ما كانش تصدقوا فعلا امكم ما كانتش فاهمه في التربيه كذا، لكن ده صح، انتم مسامحيني، طب معلش المره الجايه هنعمل كذا، ممتازه ممتازه لو مسيتي على كده. طيب احنا قلنا قطر في البيت، ولو حصل تغيير القطر اعمل ايه، وقوانين كمان، قوانين المجتمع اللي حواليا، ايه الحاجات اللي الحقوق وايه الواجبات، عشان ابقى اعرفها هو لسه خبرته صفر، انت جوجل بتاعه، انت الموسوعه بتاعته، فانت قولي اعمل ايه وما اعملش ايه. طيب النقطه رقم 6 أو 7 زي ما انتوا بقى بتحسبوا، ان انا يبقى عندي فن صناعه الذكريات مع المراهق، مع اولادي، ده اللي باقي على فكره، ده اللي هيفتكروه، امي الله يكرمها كانت واحنا طالعين من باب البيت كانت تقول يلا بسم الله توكلت على الله ولا حول، لحد ما نركب الاسانسير يلا سبحان الذي سخر لنا هذا، امي الله يكرمها وصتني في كل ازمه اصلي على رسول الله، ابويا الله يكرمه علمني ابي كذا كذا كذا، وعندنا نص احاديث كلها بدايتها في تخريجها علمني ابي، فين علمني ابي دلوقتي؟ ما فيش. أمي الله يكرمها وأبي كان واحنا خارجين عملوا البصمة الفلانية، أنا قلت لكم حكاية ودايما بكرر القصة دي. الشاب اللي كان بيغرق وغرق فعلا، شاب من اسكندرية وكان بيغرق، وبعد ما غرق بيقول أنا وأنا خلاص بوصل للقاع تذكرت أمي وهي بتقول لي وأنت في أي دقيقة من ضيق الدنيا صلي على رسول الله. ففضل يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لقيت نفسي طلعت مش عارف طلعت إزاي، طبعا هو قدر الله سبحانه وتعالى، بس شوف هو افتكر إيه في الأزمة؟ أنت عاملة إيه بقى؟ ايه الذكرى اللي انت سايباها؟ زعيق، اوامر، اعملوا افعل ولا تفعل، وهكذا، ده طبعا مش صح خالص يا اخوات. طيب عشان اوصل للاب والام يكونوا بالكيفيه ديت ويوصلوا مع اولادهم لمرحله يعرفين سلام التعامل، سلاسه التعامل، هو صاحبي هي صاحبتي فعلا، مش راح تاخد من الصحف الصفراء تتعلم ازاي تتعامل مع الجنس الاخر، مش راح تاخد مش عارفه فين عشان يطلع لنا بلاوي دلوقتي زي ما بيطلع انتهاكات وهتك يعني ستر وبنات بتتصور وبعدين مش عارفه ايه، فتروح البنت تنتحر، تاني حاله انتحار، يا جماعه يا جماعه خليكي انت المصدر الامان، خليك انت مصدر مرجعيه لابنك وبنتك. طيب يعمل ايه الاب والام بعد ال6 نقاط اللي انا قلتهم واكتبوهم واحفظوهم، يتعيدوا المقطع ده تاني، اعمل ايه؟ ادعمهم ازاي؟ ركزوا معايا، اعطي مسؤوليه مع مراقبه، مش فوكس مش عليهم كده، ده ابويا وام، لا بعيد،
والمراقبه ان انا مش 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 براقبهم عشان انا شاكه فيهم، لا انا بتابع بس ادي مسؤوليه. انا واثقه فيك، انا عارفه ان انت انا عارفه ان انت هتعرف تحل المشكله دي. اعطي مسؤوليه وافوض وادي تفويض مهام. يا ريت فكروني نبقى نديكم محاضره عن تفويض المهام، محاضره مهمه جدا، ناخد التفويض مع الاقناع، تحفه جدا جدا. عيب ايه المشكله اما نستخدم علم الاداره مع اولادنا ومع الزوج، ازاي تقنعيه وبعدين مش تقنعيه بقى، ده خليه عشان يجيب لك كل الهدايا. مفكروني نديكم المحاضره دي. طيب رقم 2 من الدعم الاحترام. مش انت يا ابني هو عليك كده وكده، انت يالا هو انت فاهم يالا ده اللي طالع لاهل. وكم من الكلمات السلبيه للبنت وانت فاهمه حاجه، انت اخرك ايه هتتجوزي غلط غلط. احترامهم حتى في الامر يخصهم، اعمل حسابك النهارده مش عارفه هتجيب ايه علشان قرايبنا جايين، الامر اللي يخصه محتاج انه يستاذن فيه، وده من احترام الشخصيه له. هو يطلع يحترم نفسه والاخرين يحترموه، ما يطلعش مهان، عنده مبدا الحريه وحفظ نفسه وكرامته رقم واحد. الحريه مقدمه على تقديم على تطبيق الشريعه، عارفين الكلام ده؟ الحريه مقدمه على تطبيق الشريعه. ليه؟ انا انسان، انا ليا كينونه، فلما تلغي لي نفسيه وانسانيه المراهق هيطلع ايه؟ منقاد. منقاد مش عايزه اقول كلمه بالمصري مش حلوه، مش عايزه اقولها، منقاد تابع لغيره ولا الكلام ده. طبعا ده غلط، ده غلط. اديله واحترميه وخصوصا في خصوصياته، وده شيء مهم جدا. طيب رقم 3 من الدعم التواصل الجيد. عشان خاطري ابوس ايديكم وراسكم، نتعلم ازاي نتواصل، بادي لانجوج الكلام، كلمه. عارفين احنا فاقدين ايه من التواصل؟ زي الطفل اللي بدات بيه القصه، ماما لو سمحت ما تقولي نسر، قولي ممكن حبيبي بليز. احنا مفتقدين كلمه حبيبتي يا بنتي يا بيت انا بتاعت انتي، انت يا ابني يا روح قلبي يا قائد يا شجاع يا انت راجل البيت ده، انت عيني ما تشوفش. كلام اللي الاولاد فعلا يكونوا حابينه، احنا محتاجين هم يشوفوا ايه احنا حبيبي وحبيبتي في التواصل، ويحسوا فعلا ان هم احنا بنحبهم، هم فعلا موضع تقدير واحترام لينا. طيب رابع حاجه من الدعم الاباء عشان نعمل، ادي ثقه، افوض وادي مهام وادي ثقه. انا واثق فيك، انا عارف انك هتعرف تتصرف. غلط يا عم، ما كلنا غلطنا، ما فيش مش يلا للي بعد نصلح الغلط ازاي. ماشي، انا نفسي الناس ما تركز، مش هعرف اعلق على تعليقات دلوقتي، ما تركزوش لا في خمار واقع ولا في كم، يعني ركزوا في الكلام اهم من كده. الخمار واقع طول العمر يعني، واحنا بقينا اصحاب خلاص. طيب هعد ليه بقى، انا ما مش شايفه، خليكوا هلا ما بقتش تشوف التعليقات، فخلينا مركزين في الكلام احسن. طيب يبقى قلنا زرع الثقه، ودي لهم ثقه، انا واثق فيك، انا عارف انت بتعمل ايه. اهم حاجه في مرحله الدعم، ودي اللي هختم بيها، فاضل لي بس جزئيه واختم، عارفين ايه؟ استيعاب المرحله اللي هم فيها. مجرد انا كاب وكام او كمربي بستوعب بس فكرة التغيير اللي بيمر بيها المراهق. أنا في فترة دنيته كلها متغيرة، بادي لانجوج بتاعته، جسمه، التكوين البيولوجي بتاعه، الهرمونات ذات نفسها، يا مؤمنين حجم المخ، حجم التفكير، كمية الضغط عليه علشان يطلع قرار، ما يبقاش عرضة لنقد المجتمع حواليه، لأن هو ده اللي بيشوف. بلبس اللبس ده، الشميز ده حلو، طب التيشيرت، طب أقلع، طب الطرحة. أستوعب أنا كأب وكأم فكرة التغيير اللي بيتعرض ليها المراهق. اخر حاجه اوثقوا بيها الدعاء، بجد الدعاء اللي احنا بنقوله ده اسباب، يا اباء ويا ام، كل ام بتسمعني، اللي احنا بنقوله ده اسباب، والاسباب راجعه لنظريات علميه، نظريات تربويه، نظريات علم نفس. ما احنا ام سببيه، مامورين ناخد بالاسباب. مين ربها؟ الله عز وجل، هو رب الاسباب. يا رب يا من انت رب الاسباب، اهدي لي اولادي من غير حول مني ولا قوه، بالاسباب اللي قالتها دكتوره هاله سمير في الحلقه وفي المحاضره، ومن غيرها يا رب والله. ينفع؟ ينفع. ليه؟ لان هو الرب يعطي، اسمعي، يعطي من خصائص اسم الله الرب، احنا محتاجين نعرف اسماء الله الحسنى تاني، يعطي بدون اسباب، ومع، اسمعي، استحاله الاسباب بس، ومع انتفاء عدم وجود الاسباب، يعني حتى لو ما عملتيش بالدعاء وانت ام، ده انت عندك اوبشن استجابه رهيب، الدعاء، ان الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، ان الله سبحانه وتعالى يمن عليك بهدى اولادك من غير، يا رب والله انت من عندك الهدى، اهد قلبهم واجعلهم على الصراط، الهمني يا رب الكلام الصح اللي انا اقوله. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى في النهايه يصلح حال اولادنا واولادكم.